بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناة مطبخ بشرى أم هداية. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو وأنتم في أتم الصحة والعافية. اليوم غادي نوجدوا مع بعض بريوش اقتصادي جدا، كما عهدتوني تنوجد وصفات، تنحاول أنني نوجد وصفات اقتصادية. هذا البريوش شكلت منه ثلاثة ديال الأنواع بحشوات مختلفة ومذاقات كذلك مختلفة، تيجي البنات رائع جدا وتيجي واحد العجين قطني كذلك. وغادي البنات غادي ندير في اخر الفيديو غادي ندير لكم واحد المفاجاه اليوم غادي نشاركها معاكم. واذا زرتم القناه ديالي اول مره كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك او ابوني او سبسكرايب مع تفعيل الجرس. اليكم المقادير وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. بالنسبة للمقادير ديال هاد البريوش، عندنا البنات 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق الفورت من النوعية الجيدة اللي تنديرو به الحلويات، عندي ملعقة كبيرة من الحليب بودرة، عندي بشور حامضة حكاها، عندي 4 ملاعق من سكر حبيبات، عندي بيضة بحرارة المطبخ، وعندي كذلك ملعقة كبيرة من خميرة الحبيبات، وعندي الملح، وعندي 2 ديال القطع من نوعية هذه ديال الجبن، عندي كذلك فاني ساشي من الفاني، وعندي كذلك وحدة ديال خميرة الحلويات بوزن 8 ديال الجرام، وكذلك عندي 2 ملاعق كبار من ياغورت طبيعي بدون سكر. انا مستعملة هذه النوعية هذه، وعندي كذلك ربع لتر من الحليب، الحليب خصو يكون دافي، وعندي 4 ديال الملاعق ديال زيت المائدة، وعندي البنات كذلك ملعقة كبيرة من الزبدة النوعية الجيدة. اول حاجة البنات ناخد داك الدقيق ونضيف عليه داك المقادير اللي عندي كاملين بالتدريج. دابا غادي ندخل داك المقادير اللي عندي كاع كاملين في الدقيق شويه بشويه. والبنات على فكره داك الجبن اللي تنضيف وداك داك الملاعق ديال ياغورت طبيعي تيعطي واحد النكهه جميله جدا للبريوش ديالنا، وتعطيه واحد تيجي قطني ورائع، وتيجي كما تنقولوا دوازو فيه، ما نحتاجوش نهائيا شي حاجه اخرى، تيجي رائع. دابا البنات انتم شفتوا تنبدا نضيف الحليب شويه بشويه حتى نحصل على واحد العجينه قوام ديالها ما تكونش البنات تكون عجينه تلتصق تقريبا، ما تخليش فيها هاد ربع لتر ديال الحليب، خليت منه واحد شويه. انا غادي نوريكم شحال شاطلي منه. وغادي نبدا ندخل داك الملعقه ديال الزبده شويه بشويه حتى تجانسني مزيان مع هاد الخليط اللي عندي، وندلك البنات خصو شويه يتدلك ضروري، ما خصو شويه يتدلك هاد العجين ديال البريوش واحد المده تقريبا ديال 2 ديال الدقائق، ومن بعد نغطيه ونخليه يختمر. دائما سر نجاح ديال البريوش هو الاختمار الجيد، نخليه تقريبا واحد المده ديال نصف ساعه حتى لساعه على حسب حراره ديال الجو حتى يختمر ويضاعف الحجم ديالو. دابا من بعد ما اختمر العجين انتم شفتوا القوام ديالو كي تيرجع تيضعف تقريبا شي 3 ديال المرات، هو من الاحسن يكون اكثر من هكا. انا كنت مزروبه دغيا ما خليتوش الوقت الكافي باش يختمر. وغادي ندلكوا البنات تقريبا واحد المده ديال 30 ثانيه.
دابا البنات غادي نستعن بزيت المائده وغادي نبدا نشكل كويرات. هانتوما شفتوا بهذه الطريقه هذه، وغادي نغطيهم مره اخرى ونخليهم واحد شويه تقريبا واحد المده ديال 3 دقائق بلا ما ارتاحوا، وعاد نبداو نشكلوا ان شاء الله البريوج ديالنا. دابا البنات غادي ندوزو نشكلو. هانتوما شفتو كيرجعو الكويرات. هاد العجينه البنات تيجي رائع جدا، وشوفوا خفيف خفيفه بزاف. دابا البنات غادي نشكلو النوع الاول من البريوش. هانتوما غادي نستعمل بطبيعه الحال بزيت قليل من زيت المائده، ماشي بزاف. وعندي كذلك البنات هاد وضعه ملعقه او كاس، عفوا كاس من الحليب، وضعه معاه واحد الملعقه ديال ملعقه ونصف من الكريم باتيسيير، ووضع معاه واحد الملعقه ونصف من السكر. نتوما شفتوا البنات دايراها ثقيل، ونطيبها فوق البوطه ومخليته حتى يبرد مزيان. وغادي البنات غادي نستعن بزيت المائده، ما غاديش ندير الزيت بزاف، غير القليل غير باش نساعدني ما نتخلاش تلتصق على سطح العمل. وغادي نحاول نبسطها البنات مزيان، وداك الجوانب حتى هما نرققهم. هانتوما شفتوا الطريقه كي دايره، تتيرجعوا رقاقين بزاف، ونحاول بانني نجيبها مربعه. وغادي ناخذ البنات هذه القطعه هذه ونبدا ندير خطوط في الوسط ديال هذه العجينه. ثم بهذه الطريقه هذه ونوضع تقريبا واحد الملعقه ديال الكريم باتيسيير من بعد ما بارده، خاصها ضروري تكون البنات بارده باش ما تقطعناش نهائيا العجينه. ونحاول نلف هانتوما بهذه الطريقه هذه من الجنب، تنظر راه العمليه راه واضحه البنات. ونحاول ندير داك ندير الراس الاول نديرو من التحت، والاخر من الجهه الفوقانيه، وغادي نشكلها بهذه الطريقه هذه. هانتوما شفتوا كي تيجي بريوش رائع، ومنظر ديالو مزيون. وغادي نوضعو في واحد الصفيحه خاصه عندي بالفرن. دابا البنات بالنسبه للشكل الثاني ديال البريوش، هانتوما هو طلقته كذلك بنفس الطريقه ورققت الجوانب بزاف. وغادي نستعن كذلك بالزبدة، عندي الزبدة من النوعية الجيدة بحرارة المطبخ. غادي ندهن داك السطح ديال العجينة مزيان في الجوانب، ونغبر بالشوكولا بودرة البنات بهالطريقة هذه. اللي ما عندوش مصفرة يقدر يستعمل السكر الأسمر، توا تيجي رائع جدا في هاد البريوش. وهانتوما تنحاول الرولي على بحال شكل رولي، ونجمع داك الجوانب بهالطريقة هذه، ونولي الروليه مرة أخرى. هانتوما شفتوا. وغادي ناخذ واحد السكين، يكون سكين حاد، وغادي نحاول نوضع فتحه في الوسط. هانتوما شفتوا، وغادي نضفروا وحده فوق وحده بحال شكل ضفيره، راها واضحه البنات. هانتوما شفتوا، تنضفروا ونجمع هاد البريوش بهذه الطريقه هذه، ونلصق داك الجوانب. هانتوما شفتوا كي تيجي فيها منظر رائع جدا. بالنسبه للبريوش الثالثه البنات، هذا غادي نديرو بحشوه ديال التفاح اللي ديجا عندي تقريبا في مقادير، اللي غادي ندخل فيه التفاح اللي مقطعه قطع صغيره، وغادي نوضع كذلك معاه السكر وقليل من القرفه. التفاح انا وضعته اخضر. هانتوما البنات تنبسط دابا العجين بهذه الطريقه هذه جيدا، وتنرقق الجوانب بطبيعه الحال باستعانه بالقليل من الزيت. تناخذ هذه القطاعه وتنبدا نقطع اشرطه بهذه الطريقه هذه. هانتوما شفتوا من هذه الجهه ومن الجهه الفوقانيه. وغادي نوضع التفاح في داك الجهه، تقريبا 6 ديال الاشرطه قطعت، وغادي نوضع التفاح في هذه الجهه هذه، وغادي نوضع عليه القليل من القرفه وقليل من السكر. واللي ما تتعجبوش القرفه يقدر يستغنى عليها كذلك، واللي يكتفي بالحلاوه ديال التفاح حتى هي راها كافيه. هانتوما تنوضع عليه داك العجين الفوقاني، وتنضغط عليهم في الجوانب مزيان، وتنبدا ندير هاد الاشرطه باتجاهات مغايره. هانتوما شفتوا ملي تندير وحده من هاد الجهه، تدير تنهز الشريط من الجهه الاخرى، وغادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل البريوش. هانتوما شفتوا الطريقه، تنضرها واضحه ومفهومه. دابا من بعد ما شكلت البريوش كاع كاملين باشكال مختلفين، غادي ناخذ واحد صفره بيضاء وضعها معها واحد القطرات من الحليب، وغادي ندهن داك البريوش كاملين من الجوانب باش منين يطيبوا ياخذوا داك اللون الذهبي. غنخليهم مره اخرى يختمروا واحد المده ديال 5 ديال الدقائق،
وندخلهم على الفرن على درجة حرارة 180، تكون الحرارة متوسطة، انا غنشعل عليهم من الفوق ومن التحت، وغادي نستعمل المروحة، واللي ما عندوش المروحة فرن عادي تكون عندهم النار من التحت حتى يطيبوا ويضعف الحجم ديالهم من التحت، عاد نشعل عليهم الجهة الفوقانية. وبالصحة والراحة. دابا البنات هانتوما شفتو بعد ما خرجتهم الفران جاو رائعين، ومنظر ديالهم تيشهي. دابا ان شاء الله نتلاقاو في التقديم النهائي. البنات هذا هو التقديم النهائي ديال البريوش. شتو البنات كيجا تيجي رائع البنات، ويحمر لك الوجه قدام الضياف ديالك، قدام وليداتك، قدام العائله، تيجي رائع بزاف البنات، وتيجي في مذاقات مختلفه. هانتوما البنات شوفوا كي دايره، البنات شوفوا كي داير، تيجي قطني ورائع وطايب، طيب مزيان. هذا اللي درتو بالكريم باتيسياغ والفاني تيجي فيه واحد النكهه رائع جدا، وهذا اللي صغبته كذلك بالشوكولا، داك بودره ديال الشوكولا طالعه فيه رائع جدا، وهذا كذلك اللي صغبته معكم بالتفاح. شتو البنات كي تيجي رائع البنات، وتيجي فيه واحد القوام رائع. بسيطة البنات انتم شفتوا لمصداقية الوصفة، انا غادي نوريكم واحد الوحدة كي تجي من داخل البنات. انتم شفتوا، شوفوا البنات كي تيجي واحد القوام فيهم قطني، شوفوا كي تيجيوا البنات، تيجيوا رائعين جدا، وتيجيوا فيهم واحد النكهة ديال الحامض كذلك، من استعمل داك الحامض فيهم واحد النكهة رائعة جدا. بالنسبه للبنات المفاجاه اللي قلت غادي نشاركها معكم ونوريها لكم ونتقاسمها معكم، بما انكم عائلتي الثانيه، وهي اللوحه الفنيه التشكيليه ديال بنتي سلاتة. انتم شفتوا البنات كي جاتها رائعه جدا البنات، وعجبتني، وهي تتجسد باب فحص المدينه القديمه لطنجه، جاتها زوينه بزاف البنات. وتنتمنى تكتبوا لي في الكومونتير وتقولوا لي كي جاتكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.